أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصلوا في الفيديو الثانية اللي باش نتكلموا فيها بطريقة أكثر عفوية على حاجات لازمني نعبر عليهم ولازمني نقولهم باش تكون الأمور واضحة. سامحوني المرة الأخرى، الفيديو فما بعضهم قالوا لي ما كانتش واضحة بسبب الريح، فما ريح ياسر كان فما، وكانت بعض المقاطع مش مسموعة. مش مشكلة، نحاول نوضح هذه النقاط وتكون الأمور واضحة. باهي، وصلت لي ياسر اقتراحات، وأنا راهو كل الاقتراحات وكل الأسئلة يتم تدوينها وتو نجاوب عليها، معناتها أكيد نجاوب عليها. اليوم باش نواصلوا في الدردشة حول الإجابة على بعض الأسئلة أو توضيح بعض النقاط المهمة اللي لازمنا نعرفوها. هي عبارة على استراحة في الحقيقة، مانيش خارجين احنا على الموضوع، خاطر تعرفوا اللي الشبكة هذه متاع اليوتيوب الهدف متاعها هو تعليم المسلمين دين ربهم، تعرفوها هذه الحكاية. ولكن ذلك لا يمنع ان بعض الأحيان نحكيه على حاجات أخرى، سوى أحداث سياسية وقعت في البلاد وإلا مواضيع خاصة بما يسمى المرتدين، اللي يسميهم المسلمين المرتدين. احنا كما قلت لكم احنا مانيش مرتدين، احنا متحررين متقدمين، مانيش مرتدين، بل احنا متقدمين الى الامام وليس متخلفين الى خلف كما يتصور المسلمين. فما ياسر من المسلمين يقولوا انهم مسلمين بالاسم ولا بالوراثة. انتم تعرفوا ان الاسلام، اللي يفهم الاسلام هو معناته يعتبر نفسه دين، بل انا شخصيا اعتبره مجرد فكر ايديولوجي. ما يمكنش تبع فكر بالوراثة، وما يمكنش تبع فكر بالتقليد. فهمت؟ الاسلام يرفض كليا التقليد ويرفض كليا الوراثة، بل يطلب منك الاسلام الخضوع والاستسلام. هذه مسألة واضحة، يقول لك لازمك انت كإنسان، ما يقولكش تبع ولا خاطر معناتها مسلم، لا، لازمك تعترف اعتراف كلي انك تسكر مخك كليا وانك تخضع كليا للي قالوا محمد، اللي هما يعتبروه جاي من عند رب محمد اللي هو الله. باه، شعلينا احنا في المسألة هذه. لكن هوني المسألة اللي نطرحوها ونتسائلوا عليها، كيفاش الإنسان اللي يسمي روحه مسلم ينجم يعرف دينه؟ هذا سؤال، كيفاش ينجم يعرف دينه؟ المسلم كيفاش ينجم يعرف دينه؟ بعض المسلمين وقت نحكيهم معاهم، جيب له مثلا العالم الفلاني المعترف به على حسب المذهب الفلاني اللي هو يتبعه قال كذا، يقول لك لا أنا مانيش ملزم به. شنو ماكش ملزم به؟ يا أخي أنت كيفاش تعرف اللي هذاك الكلام قاله محمد؟ احنا توا بتفاهمين ان في الاسلام الكلام لازم يكون قاله محمد، ما دام تاكدنا ان الكلام قاله محمد اذا كما يقولوا المسلمين صدق الله العظيم، ما عادش فما نقاش. وقت نتاكدوا ان الكلام قاله محمد اكهو، خاطر في الاسلام، في الاسلام ما فماش التفكير في النص ما قيل، مهمهمش ما قيل، وانما من قال. يعني مهما كان الذي قيل، ما دام تاكدنا انه قاله محمد اذا لا نقاش فيه. الشك يوقع هل قاله محمد ولا ما قالوش. وتوا بعد 1400 سنه المسلم كيفاش يعرف اللي محمد قال هذاك الكلام؟ هنا محمد بيدو قبل ما يموت قال راهو لازمكم تتبعوا اصحابي وما يسمى بالسلف الصالح والأولين اللي قالوا، اللي نقلوا على محمد، من بعده العلماء، ما يسموا بالعلماء المسلمين. يعني هذا يجي مسلم تحكي معاه يقول لك لا أنا ما نمنش بالحكاية هذيك، ويفسر على حسب رأيه وعلى حسب فكره، هذا ما هوش إسلام. يا سيدي هذا الشخص يجيب لنا هو فكر ودين جديد، ما يقولش إسلام، على خاطر محمد ما قالش الكلام هذاك والعلماء لم يقولوا ذلك الكلام. هنا
نسأله سؤال معناتها وترجع ترجع للعلماء وتقول معناتها هل يمكن للشخص أن يفهم الدين دون الرجوع للعلماء؟ يجي يقول لك أنا عندي الكتاب والسنة نرجع لهم، يا ودي الكتاب والسنة هكاك تفهمهم؟ هاي يقول لي لا توا احنا توا نعرف نقرا وكذا وكذا، تعرف تقرا، القرايه ما تكفيش، مش كفايه تقرا. هنا نذكر لكم قصه طريفه وقعت لي اخر مره. كنت نحكي مع بنت كانت معناتها تعيش حياتها عاديه عاديه، يعني ماهيش متحجبه، تخدم على روحها، تعتبر نفسها مسلمه، ما يسمى على الاسلام البرجيبي. وقتها وقعت هذه الفوضى او ما يسمى بالانتفاضه في تونس، مشات رجعت تقرا في الدين وتقرا في القران، حلت القران وبدات تقرا على حكايه الحجاب وما الحجاب، فهمت؟ يعني حبت تشوف شنو هي حكايه الحجاب هذه، فهمت؟ مشات تقرا في القران وترجع معناتها القران، قالت انا معناتها خلينا نقرا القران نشوف شنو قال. اي سيدي حلت سورة الأحزاب، الآية القرآنية اللي تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي في سورة الأحزاب معروفة، ترجعوا لها الآية. قالت لي وقت قريت هذه الآية انبهرت، قلت شوف ما عظم الإسلام، شوف ما عظمه، يعني فرض الحجاب من أجل العباد الكل يكونوا متساوين. يعني بالنسبة لها شنو فهمت هذه الآية؟ فهمت هذه الآية وتقراتها فهمتها على حسب فهمها هي وعلى حسب مستوى وعيها هي توا، ما رجعتش للعلماء وتفسير القرآن وفهمت شنو مقصود بهذه الآية وأسباب النزول وغيرها وغيرها. هي شنو فهمت بين قوسين وقتلي أنا وقت تحكي معايا، قتلي هذه الآية هي السبب اللي خلتني نلبس الحجاب، وأنا قتلي أكد لك اللي آلاف 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 يرتدون الحجاب بسبب هذه الآية، على خاطر وقت يقرأوها يفهموها على أن الحجاب من أجل المساواة بين كل النساء. يعني في الحقيقة هي فهمت أن الحجاب يغطي السمينة والضعيفة والخايبة، يعني النساء الكل يوليو متساويين، ما عادش نوليو نفرقوا من بين امراه وامراه. هي فهمتها، فهمت ان لا يعرفن، ما فهمت ما انتبهتش اللي يعرفن. يعني هي فهمت هذه الايه على ان الحجاب يغطي كل الاختلاف اللي موجود من بين امراه وامراه، هذه كحله، هذه بيضه، هذه سمينه، هذه ضعيفه، هذه شبابه، هذه خايبه، هذه غنيه، هذه فقيره. يعني بالنسبه لها هي مساواه، ورغم اللي نعرفوا احنا الاسلام عمره ما كان، فهمت، من أجل المساواة. الإسلام عمره ما كان من أجل المساواة، بل يؤمن بالطبقية في جميع أنواعها، فهمت؟ يعني هذه معروفة وما نشبش نفتح هذا الموضوع. ووقت حكيت معاها، يعني البنت هذه فهمت اللي هي معناتها مثقفة وما هيش معناتها عندها مخ وكل شيء، أما فهمت الآية على حسب وعيها ومعناتها على حسب مستوى وعيها، فهمت اللي الحجاب يساوي بين كل النساء، فهمت؟ انا فهمتها، فهمت، يعني قلت لها راهو الفهم نتاعك لهذه الايه خاطئ، لانه نرجع للتفاسير القران ونرجع للمفسرين الكبار، فهمت، والاسباب اللي نزلت فيها هذه الايه، نجي نلقاو مثلا في البخاري ومسلم، فهمت، وابن جرير وغيرهم وغيرهم، معناتها بحقي عن عائشه قالت خرجت سويداء رضي الله عنها، هي احد نساء محمد، هذه سويداء كانت امراه سمينه ياسر، فهمت، خرجت مشيت باش تقضي حاجتها، يا اخي شافها عمر، يا اخي عرفها من سمنها ومن الواحد نتاعها، وكانوا فما صعاليك وكذا، فهمت، تبولدوا عليها، وكيما نقولوا احنا بزنسوا عليها، تعرف صعاليك قبل كانوا يبداوا قاعدين في الطريق، واي طفله تتعدى كيما توا عند المسلمين يبداو قاعدين في حومه، هذه تتعدى يقولوا عليها كلام، هذه تتعدى يقولوا عليها كلام. يا اخي يا اخي عمر قالها ارجع، فهمت، راني عرفتك انت سويداء كذا كذا كذا، يا اخي رجعت تجري. يا اخي محمد، ارجعوا البخاري ومسلم، يا اخي محمد كان في يده معناتها عرق، يقولوا معناتها كان في يده عرق، فهمت، نزل عليه الوحي بهذه الايه اللي تؤمر
بالنساء، يعني يقولوا أؤمر بالنساء باش يتحجبوا. وكي تجيو تقراوا هالآية، فهمت يا جالي، أدنى أن يعرفن باش يتعرفوا، مش ما يتعرفوش. يعني هنا الحجاب هو تمييز، تمييز من بين الحرة ومن بين العبدة. هذاك علاش في طول التاريخ الإسلامي العبدة لم يفرض عليها الحجاب، وعمر كانت العبدة عندما تلبس الحجاب يضربها. ومن بين المسلمة وغير المسلم، يعني هو الحجاب عبارة على تمييز للمسلمة من غير المسلمة، وللحرة، للحرة المسلمة من غير المسلمة. وقت فهمت هذه الآية تحشبت، قالت لي هاو يعني الحجاب ماهوش معناتها مساواة، وإنما عنصرية. يعني اللي يقول لك معناتها الحجاب تفرض على خاطر باش ما يفتنش الرجال وكذا، لا لا لا، العبدة تنجم تلبس كيما تلبس الرجل وترجعه، وهذه مسألة واضحة. المهم يعني وقت نجيو نقراو ونمشيو مثلا، معناتها نسمع مع احد، معناتها احد الاراء نتاع العلماء المعروفين، فهمت؟ هو لكي تفريق الحرة المسلمة من العبيد، فلا يتعرض لهم الصعاليك وغيرهم بالاذى. يعني انت وقت تجي تشوف متحجبة ما تعديش عليها، وهذا نفس الشيء يوقع في العالم العربي الاسلامي تو. تو المرأة مش متحجبة تتلقى للسب وللواحد وللمعاكسة وكل شيء. هذاك علاش فما ياسر انسان اعرفهم انا ماهوش مسلمين جملة واحدة يكرهوا الاسلام ويلبسوا الحجاب باش يبداوا مرتاحين في مخاخهم، باش وقت يخرجوا للشارع ما يتعرضوش للهجومات وللسب وللمضايقة. يعني الحجاب عبارة على انه يحميها، فهمت؟ يعني هذه معناتها المسألة. نرجع للسؤال نتاعنا، هو هل يجوز معناتها فهم الدين لوحده؟ لا، هذاك علاش لازمكم تفهموا اللي آية الحجاب هذه ليس مساواة. الطفلة هذه فهمتها هكاك ولبست الحجاب، أما من بعد وقتها رجعت للمصادر الإسلامية وانتبهت أسباب النزول هذه الآية، وفهمت أن الهدف من الآية هو تمييز وليس مساواة، وعرفت اللي هذه فكرة أنها معناتها المرأة عورة وكذا وكذا، ما هي إلا كذب في كذب، ما عندها حتى أساس من الصحة، وان العبيد كانوا يدوروا عرايا وما كانش يعتبر ذنب انها تنظر العبدة ولو حتى هي لابسه كما الراجل، يعني من السره للركبه. وقتها فهمت اللي هنا فما مغالطه. اذا انا متاكد، متاكد لاغلب المسلمين يخرجوا من الاسلام لو يعرفوا الاسلام. وتنرجع للعلماء، طبعا نرجع للعلماء، لازم ترجع للعلماء هذيا، ما انت تفسر الدين بوحدك نحيها من بالك، كونش كي تحب انت تدعي النبوه. يقول لك من فسر القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ونرجع للاحاديث وللقران، فهمت؟ وترجع مثلا تلقى حتى مثلا يقول لك معناتها العلماء معناتها ورثه الانبياء. يعني لازمك تتبع عالم يا اخي. شكونك انت؟ شكونك انت باش تفسر وحدك؟ باي حق تفسر وحدك؟ كيفاش تفسر وحدك؟ فهمت؟ يعني هذه مساله غالطه وما عندها حتى اساس من الصحه انك تفسر الدين بطريقتك انت وتفهمه كما تحب انت. والا مثلا واحد فما بعض الناس يقول لك انا نتبع الداعيه فلان، الداعيه ماهوش عالم. الداعيه ليس عالم، ساعات الداعيه يقول رايه الشخصي بدون العوده الى العلماء المعترف بهم. فهمت؟ فالاسلام يحرم، يحرم لعامه الناس الخوض في الدين بغير علم، ويعتبره مهلكه عظيمه. فهمت؟ ويعتبرها من الموبقات، فماش هذايا، فماش لا، فهمت؟ هذاك علاش ندعو، ادعو كل المسلمين ما يفهموش الدين وحدهم، ارجعوا للعلماء، فما علماء في التاريخ وعلماء حديثين. اختار لك عالم من العلماء، اختار لك عالم ولا شوف انا هما العلماء المعترف بهم. الان فما النت، فما كل شيء، ما نقعدش انا كل مره فهمت نعلم فيكم في دين ربكم، انتم زاد خطموا مخاخهم وثنين مشيو تعلموا الدين، يا اما طبقوا الاسلام من بعد عليه. فهمت؟ راهو الاسلام ماهوش لعبه. كل واحد يحك راسه يقول لك انا مسلم، وكل واحد يحك راسه يقول لك الاسلام هك. المهم هذه معناتها ملاحظه حبيت نقولها باش تكون الامور واضحه، ومعناتها ونرجعوا للموضوع نتاعنا معناتها في الفيديو هذه. الفيديو هذه هي معناتها حبيت مانيش باش نجاوب في الحقيقه، ما عنديش وقت باش نجاوب على الاسئله على خاطر لازم هذه المقدمه. نعود، اعود للادينيين الذين انا اعتبرهم مستقبل البشريه. اللادينيين بصفه عامه نعتبرهم مستقبل البشريه، وانا اؤمن
وأعتقد وأشوف أن اللادينيين المرتدين على الإسلام هما اللي باش يشاركوا باش يجيبوا حاجة جديدة للبشرية، وهما اللي باش يقضيوا على كل ما هو دين. فهمت؟ هذا معناتها اعتقادي أنا ورأيي الشخصي، وكما قلت لكم يعني الرأي يزني كأنا. هذا الكلام باسم الملحدين أو اللادينيين أو اللادريين أو الربويين، هذا ما فماش في اللادينيين. اللادينيين ليس دين. ما هو الدين؟ الدين هو التزام، هو الدين. أستدين منك حاجة هو التزام. أنا لا ديني يعني لا ألتزم لأي عقيدة، وإنما أعبر على فكري، فهي طريقة تفكير. أنا لا ديني أخذ، يمكن تعجبني فكرة في البوذية ناخذها، تعجبني فكرة في الهندوقية ناخذها، تعجبني فكرة أي فكرة، هو هي شخصيتي، هو مسألة شخصية كما قلت لكم ونعاودها لكم. حتى حد ما رب، حد كل واحد رب روح. إذا فما بعضهم يكتبوا لي على النص يقولوا لي أنت لا تمثل الإلحاد. يا ودي ما قلتش، قلت لكم أنا مثل الإلحاد، أنا المثل الإلحاد، أنا المثل اللاديني، أنا المثل كالروح، أنا نعبر كالروح. ونجم نقول فكرة من بعد نعاود نفكر فيها ونعاود نترجع فيها ولا نفسرها ونوضحها. راهو أنا لا أؤمن بالفكر الجامد. أنا ما دام خرجت من الإسلام أؤمن بالحرية، وإن الفكر، أنا قديش من مرة بدلت فكري، قديش من مرة كنت نتصور حاجات من بعد طلعوا غالطين وقتها فكرت وناقشت وكل شيء. إذا هذه المسألة مسألة واضحة بالنسبة لي. حتى حد ما عنده الحق يتكلم باسم مجموعة. صحيح احنا ندعم رواحنا ونبارتاجيو مع بعضنا، فهمت؟ والفيديوهات بتاعنا، انا مثلا هنا راهو المسلمين غير حط لهم حاجه، اي حاجه حطها لهم واكتب لهم عليها، سبحان الله تو تشوف عليها مليون، معناتها مليون مره معناتها يحبوا هذه الوحده. علاش؟ على خاطر هما ما غير يفكروش، ما يهمهمش. احنا نعملوا نفس الحاجه لكن بطريقه اذكى. اي واحد ملحد حتى ولو يخالفنا الراي، انا ساعات مثلا نعرف مثلا المصري ملحد مصري ولا غيره، ولا جلال بريك ولا امينه اسبوعي ولا، فهمت؟ اي واحد منهم، فاي واحد، اي واحد، ولا حاتم الطائي هذا يعجبني ياسر، معناتها التونسي، معناتها يكتب، هو ما خرجش فيديوهات، كنت نتمنى ان يخرج فيديوهات، ولا شيطان قرطاج ولا فهمت الهش ولا غيرهم. حتى ساعات قبل ما نسمع الفيديو نتاعو نبارطاجيه. علاش نبارطاجيه؟ علاش؟ من بعد ساعات نسمعه نبارطاجيه، من بعد نسمعه، وساعات ما نختلف معاه في بعض الافكار، ولكن ما نحيش البارتاج وما نحيش الجام. علاش؟ ما لازمناش، لازمنا نحيو الفكره اللي احنا مورثينها من الاسلام. لازم فكرتك توافق فكرتي باش ندعمك. لا، ما لازمناش نفكروا بالطريقه هذيك. احنا ما دام تحررنا من الاسلام لازمنا نؤمن بالحريه الفكريه. حتى الحريه الفكريه اللي موجوده في الغرب انا ماهيش بتعتبر ليش مثل. هاو يجي منع هذا ما تنقدش اليهود انتي سيميت، هاو حكاية فارغة هذه كلها. راهو الإنسان ما تنجمش تمنعه من التفكير. إذا أنا بالنسبة لي أؤمن بحرية فكرية مطلقة. أي إنسان حتى فكر عنده ما تصورش بالك، حتى عنصري، لازمني نسمعه ونناقش معاه. هذا نمنعه ما هوش حل. أنا حتى المسلم نقول عنده الحق يحكي مهما كان، مهما كان، على خاطر ما هوش حل. المنع لا يحل المشكل. والفكر هذا اللي موجود مثلا يحبوا يطرحوه انه نظام عالمي وحرية الفكرية، ومن بعد جي حط لك هذا ما تنجمش الحق تعمله على خاطر انتيسيميت، هذا مس في المقدسات، هذا مس في الاديان، يعني من بعد يخرج لك، يعطيك يقول لك حرية فكرية، من بعد يخرج لك مليون حاجة بأي طريقة باش يمنعك من التفكير. أنا ما نؤمنش بهذا الشيء. أنا فكرة عندي نقولها، عجبت ما عجبتش هي فكرتي تخصني كان أنا. أنا لا هزت سلاح، لا أمرت العباد باش يؤمنوا بها، وإنما عبرت على وجهة نظري. أنا وقت نجي نقول يجب نقد المسلمين مع الإسلام وما نحاولوش نكتفيو بحكاية النص فقط، لأن النص ليس له أي قيمة بدون الذين يدعمونه، هي وجهة نظري. بعضهم يقولوا لي لا، كيفاش تحط المسلمين الكل في نفس السلة؟ يا ودي المسلمين اللي يطبقوا الاسلام واللي يحبوا يطبقوا الاسلام، هذا متفقين فيه كل الاحرار في العالم انهم مجرمين في حق الانسانيه بجميع انواع الاجرام.
الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والشخصي، وإجرام في حق الطفولة، وإجرام في حق النبات، وإجرام في حق الحيوان، وإجرام في حق المرأة، وإجرام في جميع أنواع الإجرام عندهم. ولكن هذاك الشخص اللي صحيح يسكت ولا ما يتكلمش، هل هو مجرم ولا مش مجرم؟ هو مشارك في الإجرام، ما دام هو إنسان يقول إنه مسلم وإنه يقدس القرآن، إذا هو مشارك في الإجرام هذا. تجريم المسلمين هي مسألة منطقية. من هو المسلم؟ فما المسلم اللي يحب يطبق هذا الإسلام اللي نسميوه ما احنا إسلاميين، فهمت الفكر هذا الجاهلي المتخلف، وفما عباد لا ساكتين، هذول مشاركين في الإجرام نفس الشيء. يا ولدي انت ابعد على هذا الشيء، اقرا. انا وقت نتكلم على الاسلام راني ديما نتكلم على الاسلام السني والشيعي المعترف به اللي عنده خطوط حمراء، مانيش نتكلم على المذاهب اللي ابتعدت كل البعد على الاسلام واللي اعتبرت القران هو مجرد كتاب تاريخي، هي تقدسه ككتاب تاريخي، يعني اللي يقع فيه يخص عهد محمد فقط، ما عادش صالح في هذا الوقت كما يقول القرانيين. القرانيين هل يعتبروا نفسهم مسلمين؟ لا، ما همش مسلمين، فهمت؟ يقولوا هما مسلمين، بينما هل المسلمين يعتبروهم مسلمين؟ لا، ما هوش مسلمين، وغيرهم من المذاهب الإسلامية، ياسر مذاهب إسلامية بعيدة كل البعد، معترفة بحقوق المرأة وبحقوق الطفل وضد الإرهاب وضد العنف وضد كل أشياء. هذوما هل يعتبروا مسلمين؟ لا. أنا عاوز نقول مسلمين هما هذوما الكم الهائل اللي بعض منهم فهمت يحب يفرض ما يسمى بالإسلام بالقوة اللي يسموه الإسلاميين وغيرهم، وبعض منهم ساكتين فهمتوا مستسلمين ويقول لك اي الاسلام باهي وكذا، ولكن العبد ما فهموهوش. يا ودي لا، الاسلام واضح وبين، فهمت؟ الاسلام واضح وبين. اذا انا متاكد 90% 90% من اللي يقولوا انهم مسلمين لو يعرفوا الاسلام ويفهموا الاسلام سوف يخرجون من الاسلام افواجا. هذه مساله معناتها واضحه بالنسبه لي، فهمت؟ هذاك علاش انا كلامي موجه للمسلمين. قبل ما تقولوا انكم مسلمين اعرفوا دينكم، من بعد تقولوا انكم مسلمين. قبل ما تقولوا انكم مسلمين اعرفوا دينكم، بعد تقولوا انكم مسلمين. خاطر الاسلام فهمت هو انك تكون انسان ليس لك اي راي ولا اي قرار، يجب ان تتبع العلماء وما قاله العلماء واللي قاله محمد. هذه مساله واضحه. يعني فمحمود معناتها يدعموا، يقول لك مسلم يعني جهلا ما يعرفش ولا خوفا. انا بالنسبه لي لازم معناتها الاسلاميين او المسلمين هذوما المجرمين اللي يحبوا يبدلوا العالم واللي هالكين اوروبا وهالكين بلداننا لازمهم يظهروا وحدهم. هذاك علاش كل مسلم لازم ياخذ قرار، هل هو مسلم ولا مش مسلم؟ كياسر في تونس يقول لك لا انا مسلم وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ لازمكم تعزلوا الاسلام، تعزلوه، لازم يتم عزل الاسلام عزل كلي. فهو مثل النازيه ومثل الفكر المدمر. مش ما نقول عزلوا لا يعني فهمت ان ما نتكلم ما نخليهمش يتكلموا، لا، خلي انا نؤمن بالحريه، خليه يتكلم. انا مع نقاشات مع المسلمين، فلتكون في التلفزيون في الراديو في النت كل شيء نقاشات مع المسلمين. انا مانيش مع المنع وانما مع النقاش، اعطيونا الحريه. اعطي مش كل مره نجيو ناخذ واحد لا ديني نطلعوه على الاذاعه نجيبوا له نمرمدوه فهمتوا نظهروه مريض ومتخلف عقليا، من بعد نقولوا ها هو الالحاد. يزيهم التزوير ويزيهم الكذب على العباد. ونطلب من اللادينيين والملحدين كما قال الحسين المصري فرعون مصر، فهمت؟ تيدي طلع تتكلم، ما تخافش منهم، باش يقصوا لك راسك، خلي يقصوا لك راسك. وبعد عجبني فيديو نتاعو عامله البارح الرد على واحد من اللادينيين لا ادريين، فهمت؟ جابوه في اذاعه مصريه وزعما عملوا به مهزله، فهمت؟ هذاك علاش انا نطلب نتمنى 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 من كل قلبي، يعني انا نحاول بكل الطرق انها تكون فما اذاعه للادينيين
فهمت؟ ونحاول تو قاعد ندرس في الموضوع باش نعملها على النات على الاقل، وتكون فما اذاعه للادينيين يجيو يعبروا يجيبوا المسلمين ويناقشوا معاهم. وكيك وقت نجيبوا المسلمين نجيبوا وتكون النقاش متوازي مش مسخره. فهمت؟ خاطر توا هذه اللي قاعدين يعديوا فيها مسخره يعني يتمنيكوا على العباد. فهمت؟ يعني تهديدات، وكما شفنا ياسر مع التهديدات، واحد ويجيب لك واحد في القانون ويقول لك لا انت كذا، ويجيب لك طبيب نفساني كانك مريض ودرى شنو، وهذا تمانيك به. يعني هذه المسألة حبيت معناتها نأكدها هذاك، علاش نقول يا مسلمين اعرفوا دين ربكم. راهو اليوم كل شيء موجود على النت، والعشرات العشرات من اللادينيين قاعدين يتكلموا في الفيديوهات ونشكرهم، وماذا بيا غيرهم وغيرهم، وحتى النساء اللادينيات تكلموا، حتى ما تنجموش توريوا وجوهكم تكلموا غير بالكلام. راهو واحد وزوز وعشرة ومئة وألف وما يكفيوش باش نفيقوا هذا المسلمين الدايخين. فهمت؟ اللي مخهم موقف عنده 1400 سنة ما عادش يفكروا. فهمت؟ وتونسي جزيري مصري مغربي كلنا كيف كيف، احنا انسانيين ونؤمن بالانسانيه. ومره اخرى في الفيديو الاخرى قلت معناتها يزي من النقد، في الحقيقه مانيش نقص النقد، النقد شيء واجب لازمنا ننقدوا بعضنا، نقدوا نقد بناء. وانما اللي حبيت نقصد فيه اللي معناتها يزي من النقد، يزيو من معناتها الاتهامات، كل واحد جي يتهم الاخر. فهمت؟ ويزيو من المنع، يجي يقول لك لا لا ذاك معناتها لاديني خايب ويعمل مع جهات اجنبيه وكذا 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 وكذا. يزيو يزيو يا سيدي، خلي يعمل اللي يحب يعمل يعمل، هو حر، كل انسان حر، باي حق انت تمنعه؟ ما هو يتكلم يقدم في حاجه ادعمه، خطر العدو الاساسي اخطر. ساعات واحد يقول لك معناتها اعور خير من اعمى، راهو الاسلام اعمى، راهو الاسلام اعمى، راك تنجم تتفاهم مع اي انسان اي ايديولوجيه في العالم، حتى لي زامازون كان تحكي معاهم تنجم تتفاهم معاه، والمسلم ما تنجمش تتفاهم معاه اللي يطبق اسلام، والا اللي ساكت على الاسلام. يجي يقول لك لا انا ما نجمش نحط المسلمين الكل في نفس السله، امي مسلمه، امك كان جيت تحبها ولا ابوك كان جيت تحبه ما تنافقوش. فهمت؟ تقول له لازم يقبلك انت، يقبلك. فهمت؟ ليه ما يفهمش وكذا 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 وكذا. انا ما يفهمش، علاش ما يفهمش؟ شبيه ما يفهمش؟ ما عندوش مخ يعني؟ انت هوني تحقره، انت وقت تقول ما يفهمش تحقره، احكي معاه وفهمه وقول له كذا وكذا 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 وكذا. انا نعرف ياسر عباد معناتها كانوا خايفين، وبعده تحكيهم مع والديهم، والديهم تفهموا، امهم ولا ابوهم ولا اخوهم تفهم الموضوع. فهمت؟ وفهم اني معناتها عاودوا وراجعوا افكارهم. إذا وقت نقول ما ننقدوش بعضنا، لا ننقدوا بعضنا. ننقدوا بعضنا وننقدوا بعضنا وننقدوا بعضنا، ولكن ما نتهموش بعضنا، وما نعملوش المنع لبعضنا، وما نضربوش بعضنا في الظهر، وما نتكلموش معناتها الثلب والنميمة وغيرها وغيرها من الأمور هذيك. وكي عندي حاجة باش نقولها أنا لأي ملحد مهما كان ولا لدين، نقولها له في وجهه ديريكت ومباشر. فهمت؟ ونقول له هاو رأي وهاو رأي، وراني متفق معك في هذه ومش متفق معك، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية، حتى ولو مختلف في معاه. مثلا وقت نجي نقول مثلا فلان ما تقولش كلام خايب، مش يعني نجي نمنع فيه، لا، هو يمكن يعبر على جهة معينة، فما عباد يسمعوه، فما عباد اخرين يقول لك لا ما نحبش نسمع الكلام الخايب. هو حر، كل انسان حر. راهو المجتمع ماهوش، لازمناش نرجعوا للفكر، وقت نخرجوا من الاسلام نحبوا نفرضوا فكر واحد، لازمنا نكونوا متفتحين للافكار الكل مهما كانت، لا نقاش فيها. هذه هي مساله معناتها حبيت نرجع عليها. مساله ثانيه في الفيديوهات الاخرى قلتها على مساله ما يسمى بالالحاد الشرقي والالحاد الغربي. في الحقيقه حبيت نبين هذه النقطه، خاطر عملوا لي الملاحظه وانا راني نغزر كل الملاحظات نتاعكم، والاسئله نتاعكم كلها مدونه وكلها باش نجاوبكم عليها. فهمت؟ على حسب وجهه نظري انا، يعني ما تقولوش معناتها راه ما جاوبش وما يحبش يجاوب حكايه فارغه، راني انا ما عندي منش خاف، انا ما خفتش من ربكم. فهمت؟ مش باش نخاف منكم. فهمت؟ انا مانيش عبد لله ولا عبد لاحد، انا عبد نفسي. فهمت؟ وعندما اقول عبد ليس بمفهوم العبد. فهمت؟ يعني انا ملتزم في حق ذاتي فقط،
ومانيش خايف من اي انسان، ووقتها نعمل حاجه نقولها، واللي يعجبه عجبه واللي ما يعجبوش ما يعجبوش، نحترم رايكم. مانيش مجبوع، انا مانيش نقول لك حتى واحد، انا مانيش مجموعه، انا شخص، شخص وحدي، احد احد. لا اله الا انا، وانت لا اله الا انت. وكل واحد فينا لا اله الا هو. افهميش هذا يا فهم؟ صحيح. نتقابلوا ونشربوا قهوه وناكلوا مع بعضنا ونتناقشوا ويمكن نختلفوا. فهمت؟ ولكن ما نتعداوش، ما نقتلوش بعضنا، ما نتهموش بعضنا، ما نسبوش بعضنا. كانك انت تعمل هذاك الاسلوب، اعرف روحك راه مازلت تحمل العقليه الاسلاميه. وهذه وجهه نظري. اي انسان يتهم الاخر، واي انسان يقول الاخر راهو عميل، والاخر يتعامل مع الغرب، والاخر ياخذ في الفلوس، نتكلم على اللادينيين، مانيش نتكلم على المسلمين، المسلمين هذيك عمله معمول بها. بالنسبه لهم اي واحد غير مسلم هو عميل للغرب وياخذ في الفلوس. فهمت؟ وهما كي ياخذوا في الفلوس من قطر وياخذوا من الفلوس بالسعوديه ومن ايران وكل شيء، هذا كان مسموع. فهمت؟ هما ما يسالش. رغم اللي انا شخصيا ما عندي الحق اتهم حتى شخص، والشخص اللي ياخذ الفلوس هو عنده ظروف وعنده اموره، وانا احترم وجهه نظره، وهو يعرف ظروفه، مانيش في بلاصته. انا شخصيا ما نقبل اي مساعده من اي انسان واخدم وحدي. ما تحبوش تصدقوا انتم احرار. فهمت؟ انا 20 سنه وانا ننقد في الاسلام. فهمت؟ 20 سنه وانا ننقد في الاسلام، ومازلت حتى لين نموت وحتى الاخر رمق وانا ننقد الاسلام، على خاطر الاسلام دمر لي حياتي ودمر الاف والاف وملايين الناس، دمر لهم حياتهم. اذا هوني وتنقول الحاد شرقي والغرب غربي، راه مانيش نقصد معناتها الشرق والغرب في الحقيقه، لا، خاطر عملوا لي الرومار قالوا لي كيفاش معناتها تفرق. انا نؤمن بالانسانيه بصفه عامه، وانا ما نقول هناك ما يسمى بالحاد اكثر عاطفي والحاد اكثر مادي، باش تكون العباره اكثر واضحه. والنجم نلقاو في الغرب انسان ملحد عاطفي، ونجم نلقاو في الشرق انسان ملحد مادي. فهمت؟ اكثر ماديه. فهمت؟ وهذا موضوع ما يسمى الالحاد المادي والالحاد العاطفي، تو نحاولوا نحكيوا فيه في الفيديو القادم. ومن بعد احنا باش نبداو نجاوبوا على الاسئله، راه عندي تقريبا اكثر من عشرات الاسئله اللي سالوهم لي، ونبداو في الفيديو القادم، خاطر ما نحبش نطول عليكم نص ساعه نظن يكفي. نحكيو شنو هو الفرق من بين، نحاولوا باش نفهموا نفهم معناتها، مش نفهمكم انتم فاهمين اكيد، فمش انا باش نفهمكم، اما نقول لكم وجهه نظري في انواع الالحاد وانواع اللادينيين باش تكون امور واضحه. ونقول لكم وناكد لكم ادعموا بعضكم وبارتاجيو هالفيديو هذه واي فيديوهات اخرى، ودعموا بعضكم ويزيو معناتها من التهم. ورانا احنا فهمت مستقبل، مستقبل احنا اللادينيين هذوما اللي خارجين من الاسلام، مستقبل الانسانيه، راي البشريه، راهو الغرب اللي انتم تباهروا بيه وكل شيء، فهمت، راهو عنده حتى ياسر سلبيات، واحنا النجم نقدموا ونشاركوا في تقديم فكر جديد للبشريه يختلف كليا على الغرب، فهمت، وافضل من الغرب، ويمكن نجيبه، فهمت، خاطر هي منافسه، هي منافسه بشريه، هذه غرب وشرق وحكايه فارغه، هذه كلها لازم نحيوها. كل انسان مهما كان حتى من جنوب افريقيا عنده فكره يقولها، وكان هي باهيه علاش لا ما نتبعوهاش؟ نحيو هالحواجز هذه الكل، نحيوها، مش بمفهوم نحيو الحواجز يعني نقضيو على الاختلاف، بل الاختلاف لازم يكون موجود في كل مجتمع وفي كل دوله وفي كل وطن، ويجب كل دوله تحافظ على تقاليدها وعاداتها، واللي يسلم في عندما نقول تقاليد وعادات مش نقصد دين ولا فكر، لا، الفكر يتطور، وانما التقاليد والعادات هي ميزة تميزنا على البقية. أنا تونسي مثلا نتميز على التسيري، نتميز على المغربي، حتى في تونس صفاقسي يتميز على السوسي، وهذيك حاجة باهية ونحترموها. أنا كي نمشي لصفاقس ناكل صفاقسي، نحب ناكل صفاقسي. فهمت؟ نمشي لبنزرت نحب ناكل كسكرة البلابي. هذه كسكرة البلابي نحافظوا عليها في بنزرت، علاش لا؟ فهمت؟ هذا مثل من الأمثلة. المهم ما نحبش نطول عليكم ياسر، نعرف اللي كلامي ياسر طويل، اما باش نواصلوا في الفيديوهات هذه العفويه، على خاطر نتصور يجبنا نحكيو مع اللادينيين اكثر، ونخليو معناتها بالنسبه للمسلمين نقولوا لهم وندعوهم، فهمت، لفهم الاسلام، او معناتها لفهم الاسلام واتباع الاسلام،
ولا الخروج منه. هذه مسألة واضحة بالنسبة لي، ونقول لكم بالسلامة، ومع فيديو قادم، ومع فيديو قادم. بالسلامة.